هو الحقن الفيلر بيختلف حسب المنطقه، لان برضه زي ما حضرتك قلتي بصي اللي مش دارس ده هي ايه، هو سرنجه يمين وواحده شمال وخلاص. خلاص هو الموضوع كل انتهى. منطقه في الوش ليها فيلر مخصوص ليها؟ طبعا، لان في مناطق ما بنحطش فيها فيلر يمتص الميه بشكل جامد، زي مثلا تحت العين. ما هتلاقي في ناس بيعملوا تحت العين بفيلر غلط، فتلاقيها العينه ورمه واغلبهم كده بتورم، لان هي حقنه فيلر غلط، ليه لزوج عليه مش للمنطقه دي. طبعا برضو الشفايف من الحاجات اللي عايزين نحط فيها فيلر، يدي فوليوم بس ما يمتصش الميه قوي، يبقى شكلها بشع ويقعد فتره طويله. فدي حاجه جديده اللي هو البايا كروس تكنيك او البايا كروس الفيلرز بوجه عام. دول بيتحطوا عشان يعملوا ليفتنج، هو ما بيمتصوش الميه بشكل كبير. فبيعملوا ايه، يبداوا ان هم يفضلوا في مكانهم، هنعمل ليفتنج او هنعمل شد، هنحط الفيلر ده تحت عين، احط نفس الفيلر ده. احنا معانا صور عاوزين نشوفها برضو، حضرتك تعلق لنا عليها، نعلق عليها كده. دي صور عن النتائج، تبقى صور عن النتائج برضو تفضلي يا دكتور. دي طبعا لا، دي كانت من ضمن الكودز اللي كنت بدرسها برضو، انه احنا كنا بنشوف العيانه وهي قاعده، لا احنا لازم ندرس الداينامكس بتاعت العيانه وهي بتضحك شكلها عامل ايه. لان في عيانه لو ضحكت شكلها بيبقى اوحش، فده بيعملي ابجريدنج او داون جريدنج للعيانه. فانا بحطها في البروفايل بتاعها السليم، ان انا برضو ادرسها وهي بتضحك شكلها اوحش ولا احلى. ده هيفرق معايا في الحقن. البروفايل، هل هي بالبروفايل زي ما هي قدام، زي الجنب، زي الجنبين، البروفايل اللي صورتها من الجنب، هل هي زي ما ببص لها؟ بتفرق معايا برضو في الحقن. طبعا دي الصوره برضو، دي البروفايل. فهتلاقي البروفايل مختلف تماما، حتى الساجنج بتاع الرقبه ده لازم يتعدل. البروفايل كمان بيوري لك البروبورشن ما بين الانف والفم مثلا وما بين الدقن. فدول من الحاجات المهمه عشان نصلحها برضو في حقن الفيلر. يعني الفيلر مش كله خدود ونفس الخدود ونفس الشفايف والكلام اللي هو يمكن فتره من الفترات يا دكتور انجي زمان كان ممكن الكلام ده يتقال، لكن تطور العلم بقى الموضوع مختلف خالص. بقى مختلف لانك انت عايز تحسن الوش كله از وان يونت، مش احنا عايزين نحسن منطقه ونسيب الباقي. بالظبط.